أهلا بحضراتكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رأيي. دعم مالي وعسكري جديد للدولة الأوكرانية من أجل مواجهة الهجمات الروسية. الاتحاد الأوروبي يقرر مد أوكرانيا ب 500 مليون يورو. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقرر دعم عسكري جديد للدولة الأوكرانية تمثل في مدافع من أجل أن تصد آلة العدوان الكبيرة والقوية للدولة الروسية. ويبدو بأن آليات الدعم تلك أتت بنتائج على أرض الواقع، وهو ما جعل القوات الأوكرانية لديها استطاعة في صد تلك الهجمات عن كييف، عن خاركيف، وأيضا في محاولات كبيرة منها من أجل دحر العدوان الروسي عن الشرق الأوكراني. عموما دعوني أرحب الآن بالسيد مصطفى النعيمي الكاتب الصحفي والذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب لمناقشة هذه التطورات. أهلا بحضرتك سيد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك والسادة المشاهدين الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية، كيف ترى آليات الدعم الكبيرة تلك المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي وأيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للدولة الأوكرانية ضد نظيرتها الروسية؟ نعم، لا شك أن الدعم الدولي المقدم للشعب الأوكراني ساهم بشكل كبير في وقف زحف آلة التدمير الروسية بشكل عام، لكن حتى هذه اللحظة ما نشهده اليوم نحن هنالك دفع كبير من قبل القوات الروسية واستخدام أسلحة بعيدة المدى، وبالمقابل الدعم الأوروبي أو الدعم الأمريكي للأوكرانيين ربما لا يرقى لحجم هذا الدخول أو هذا الاجتياح، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن هنا أن روسيا تستخدم صواريخ بعيدة المدى، واليوم باتت تحاصر الجهة الجنوبية من أوكرانيا، وهنا نتحدث بالتحديد عن البحر الأسود، هذه المدن خيرسون، ماريبول، وكذلك أيضا وصلنا إلى أوديسا. هذه المنطقة هذا الساحل مع الشريط البحري بشكل عام أصبح قرابة 80% هو بيد القوات الروسية، إضافة إلى الصواريخ البالستية التي تنطلق بمسافات قد تصل إلى 2000 كيلومتر، تستخدم صواريخ كاليبر وتحدث أضرارا جسيمة في القطاعات العسكرية المنتشرة في أوكرانيا. يقابل ذلك أيضا لدى الولايات المتحدة القدرة على دعم القوات الأوكرانية بشكل أكبر من خلال تقديم الدعم اللوجستي، وهذا حصل ربما في إحدى البوارج الروسية التي كانت تحط رحالها في البحر الأسود وتم استهدافها بصاروخ موجه أرض بحر وتم إغراقها، وهذه تعتبر من أهم القطاعات البحرية بالنسبة للقوات الروسية. لكن ما يحتاجه الأوكرانيون اليوم أعتقد وفقا لتقديري للمشهد بأنهم بحاجة إلى سلاح نوعي يوقف زحف الآلة الروسية، كذلك أيضا على المجتمع الدولي أن يعي أن هنالك مفاعلات نووية، وفي حال استهدافها سيكون هنالك أضرار ليست فقط على أوكرانيا وإنما قد تطال منطقة مجموعة من الدول المحاذية لأوكرانيا، والتداعيات ستكون خطيرة. ربما الولايات المتحدة اتجهت صوب المحاصرة الاقتصادية وأثبتت نجاعتها، لكن هل هي كافية من أجل وقف العدوان الروسي؟ لا أتصور ذلك وفقا لتصوري وقدرة روسيا على تجاوز تلك الأزمة، ولديها عدة مصادر للدخل من خلال إنشاء علاقات اقتصادية خارج منظومة سويفت أو منظومة الاقتصادية العالمية. بالتوازي مع ذلك هنالك إنشاء منظومة أخرى ما بين كل من روسيا والصين، كذلك أيضا إيران. هذه الدول التي يفرض عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة اليوم أصبحت هي عبارة عن كيان واحد تستخدم هذه القوة، تدفق النفط، رغم أن هنالك حجر على تصدير النفط الروسي، أيضا هنالك خطوط الغاز اليوم هي موقوفة بشكل شبه كامل إلا من بعض الحالات الاستثنائية. لكن بنتيجة الحال ما زالت روسيا تقدم على عمليات عسكرية، ربما الفشل الذي قد تكبدته نتيجة للانقسامات الكبيرة في القيادات العسكرية الروسية من خلال الخطة العسكرية التي دخلت فيها إلى أوكرانيا من 7 محاور أثبتت عدم نجاعتها، واليوم انكفأت. عندما تحدث عن مسار قرابة العام تقريبا، اليوم هنالك 4 محاور بدلا من 7 محاور، هذا يثبت بالدليل القاطع أن روسيا ليس لديها القدرة العسكرية على عملية الهجوم أو تحقيق المكاسب، الوقوف عند تحقيق هذه المكتسبات العسكرية، بل هنالك انسحابات وهنالك قطع لخطوط الإمداد، وهذا ما تميزت به الجيش الأوكراني وحتى المقاومة الأوكرانية في عملية قطع خطوط الإمداد التي
أثرت كثيرا على الروح المعنوية بالنسبة للمقاتلين الروس، وأدى إلى الكثير من الانسحابات. كذلك أيضا هناك انسحابات كبيرة تجري في الشرق الأوسط، ومن أبرز تلك الانسحابات ما يجري اليوم في سوريا، رغم أن روسيا تنفي كل تلك المعلومات، لكن ما يشهده اليوم في المنطقة الوسطى من سوريا هناك انسحابات كبيرة من وكذلك أيضا المنطقة الجنوبية هناك انسحابات من محيط مستودعات مهين التي تسيطر عليها ميليشيا فاغنر الروسية، هذه الميليشيا الأمنية التي يتم استثمارها في الأزمات بشكل كبير، وهي الخط الدفاع الأول عن الجيش الروسي، تستخدم بشكل كبير. أيضا هناك مجموعة من القوى المناهضة للأوكرانيين، يعني بعض الأقاليم الانفصالية اليوم تشارك بشكل كبير في العمليات العدائية تجاه الشعب الأوكراني، أيضا القبض ظلالها على أزمة الأوكرانية وتعقيد المشهد الدولي. أعتقد بأنه نتيجة لتراخي المجتمع الدولي في عملية فرض يعني قرارات أو مقررات مجلس الأمن في عدم الانتهاكات التي تقوم بها روسيا، هنالك قصف للمدارس، هنالك قصف للنقاط الطبية، هنالك قصف للمدنيين، وليس فقط على القطاعات العسكرية. هذا بحد ذاته خرق للاتفاقيات الدولية، وبنفس الوقت هو جرائم بحق الإنسان الأوكراني بغض النظر عن مكوناته. وبالتحديد نحن نتحدث عن يعني عن مجموعة من المدن الانفصالية، هنالك لوغانسك، دونيتسك، كل هذه يعني هذه المدن المحاذية للشريط مع الحدود الروسي. طبعا هذه تلقت الكثير من الضربات، وهنالك فيها يوجد فيها انفصاليين يعني عاملوا بشكل مباشر، وبمجرد بدء الحرب تحولوا من مقاتلين ضمن الجيش الأوكراني إلى مقاتلين ضمن الجيش الروسي. هؤلاء الذين هم بصراحة لديهم تأثير بالنسبة لمسار العمليات العسكرية في مدنهم، لكن توقف الزحف الروسي باتجاه ما بعد تلك المدن أعتقد هو بالدرجة الأولى يعني بسبب الدعم الأوروبي وكذلك دعم الولايات المتحدة بالسلاح المستمر على مدار هذا العام. طيب، المدافع الخفيفة التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق ألمانيا إرسالها لأوكرانيا، وبالفعل تم استقدام العشرات من الضباط والجنود الأوكرانيين من أجل تدريبهم على استخدام هذه المدافع الآن في ألمانيا، كيف ترى هذا الأمر؟ أعتقد أن يعني هذه العملية أو هذه التصريحات الإعلامية ورافقتها أيضا هنالك تدريبات عسكرية لمقاتلين أوكرانيين على استخدام المدافع الأمريكية بحد ذاته رسالة إلى روسيا، رسالة ردع بأنه لابد من وقف كافة العمليات العدائية تجاه الشعب الأوكراني. لكن بنفس الوقت يعني هذه تحتاج فترة زمنية ربما طويلة بحد ذاتها، إضافة إلى تدفق أسلحة مضاد الدروع، وبالتحديد يعني بعض القطاعات العسكرية البريطانية بالذات ترسل كثير من الأسلحة المضادة للدروع وأثبتت نجاعتها، وكذلك الولايات المتحدة هنالك مجموعة من الأسلحة المضادة للدروع، كذلك أيضا الصواريخ المضادة للطائرات أثبتت نجاعتها في المعارك وأثبتت قدرة قتالية لدى المقاتلين، ولا تحتاج للفترة الزمنية الطويلة من أجل التدريب عليها. ربما المدفعية تحتاج إلى مختصين وضباط ولديهم قدرة على التوجيه، وكذلك أيضا تحتاج لفترة زمنية أطول في عملية، وكذلك أيضا عملية نقلها إلى العنق الأوكراني يحتاج إلى تحضيرات لوجستية طويلة الأمد، كذلك أيضا وضع تلك النقاط أو النقاط التي سيتم فيها وضع هذه المدفعية سيكون هنالك صعوبات ربما لتحليق الطائرات الروسية. هذا يحتاج أيضا إلى جهد كبير من خلال إرسال صواريخ مضادة للطائرات فئة من طرازات ستينجر وغيرها أو الموازية لصواريخ ستينجر، ستساهم بشكل كبير في عملية حماية هذه المدفعية، وهذه المدفعية طويلة المدى ربما قد تساهم في عملية انكسار في بعض الجبهات التي تعاني من نقص شديد بالنسبة للقوات الأوكرانية في السلاح، ستساهم بشكل كبير في عملية يعني استعادة هذه المدن والبلدات تباعا، لكن تحتاج أيضا إلى دعم لوجستي بشكل مستمر من قبل الولايات المتحدة أو حتى من قبل الناتو، وكذلك أيضا موقف الناتو حتى هذه اللحظة لم يتبلور بعد في عملية يعني في عملية مواجهة أو مجابهة الغزو الروسي، وبنفس الوقت في حال دخول أوكرانيا روسيا إلى العنف الأوكراني أو وصولا إلى العاصمة كييف، أعتقد ستكون هناك تداعيات كبيرة ليست فقط على أوكرانيا وإنما تداعيات على الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، وبالتحديد نحن نتحدث عن الدول المحاذية لأوكرانيا، بولندا، سلوفاكيا، المجر، رومانيا، مولدوفيا، كل هذه الدول أعتقد سيكون هناك تداعيات كبيرة في حال دخول القوات الروسية إلى كييف. بالمقابل أعتقد الدعم لابد أن يكون هناك يعني دعم صريح وموجه تجاه الجبهات الأكثر اشتعالا وأكثر أهمية استراتيجية
من أجل وقت الدخول الروسي. يعني عندما تحدث عن الشريط المحاذي للبحر الأسود، هذا هذه المنطقة الهامة في حال سيطرة القوات الروسية على هذا الشريط، أعتقد ستكون هناك تداعيات كبيرة ليست فقط على أوكرانيا، أيضا على المحيط والأقليم وحتى على الدول، يعني على الدول بشكل عام. لذلك أعتقد بأنه لابد من أن يكون هناك دعم على مسار الصواريخ المضادة للقطع البحرية والدعم اللوجستي المقدم من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من أجل منع القطع البحرية من التواجد في الشريط المحاذي للمياه الإقليمية الأوكرانية. وستكون هناك نتائج يعني سريعة في حال تم الدعم هذا بهذا الاتجاه، وهذه المدفعية سيكون لها دور أيضا كبير وبارز في تقدم يعني القوات الأوكرانية تجاه تحرير المدن التي قد تم احتلالها من قبل القوات الروسية على مدار هذا العام. هل تعتقد بأن نوعية السلاح الأمريكي بالفعل كانت فارقة في عمليات صد العدوان الروسي على الدولة الأوكرانية؟ نعم، لا شك أن سلاح المضاد للطائرات صواريخ ستينجر بالتحديد أثبتت فعاليتها ونجاعتها في التصدي للطائرات الحربية وكذلك أيضا المروحية الروسية، وأدى إلى إسقاط العديد منها. يعني عندما نتحدث في الأشهر الأولى عندما تم إسقاط قرابة 100 مقاتلة، أعتقد بأن مسار العمليات الجوية لسلاح الجو الروسي قد اختلفت، وأنه لم يعد هنالك دخول لتلك القوات إلا من خلال تمشيط المنطقة أو العمل الاستخباراتي على الميدان، ورافق ذلك أيضا هنالك عمليات جوية يعني ليست بمقدار العمليات الجوية منذ البداية، نظرا للتخوف الكبير الذي يبديه القوات المهاجمة أو سلاح الجو الروسي وتخوف من مضادات الطائرات التي تمتلكها القوات الأوكرانية، فساهمت بشكل كبير في عملية وقف يعني الهجوم الجوي، وأصبحت قطاعات الجيش الروسي متقطعة في عدة مناطق وليس بمقدورها التواصل مع سلاح الجو الروسي بشكل عام، أدى في ذلك بالنتيجة إلى انهيارات كبيرة في الكثير من الجبهات، وأدى إلى انسحابات، وأدى إلى قطع خطوط الإمداد، وأدى إلى في بعض الأحيان استسلام بعض تلك القوات. لكن يتطلب ذلك أيضا دعم يعني متزايد من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة، وبالتحديد نتحدث عن بريطانيا. بريطانيا هي الدولة المتقدمة في عملية الدعم العسكري للقوات الأوكرانية والعلني، يعني عندما تقوم بريطانيا بإعلان رسمي بأنها ستقوم بدعم القوات الأوكرانية وكذلك أيضا تدريبهم على الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ المضادة للدروع بشكل مستمر، هذا بحد ذاته رسالة إلى الجانب الروسي بأنه لابد من أن يكون هنالك حل لتلك الأزمة بما لا يتعارض مع الرؤية الدولية، وليس كما تدعيه القوات الروسية بأنها ستقوم بعملية الاستيلاء على أوكرانيا بشكل كامل وتغيير نظام الحكم فيها، وهذا يتعارض مع القوانين الدولية. هي دولة يعني عندما تحدث عن أوكرانيا هي دولة ذات سيادة بغض النظر عما كانت عليه في السابق، اليوم هي دولة موجودة في العالم ولديها اعتراف ولديها مقعد في مجلس الأمن ولديها اعتراف من مجموعة من غالبية العظمى من الدول عدا روسيا. لذلك أعتقد بأنه تحت الجيش الأوكراني والمقاومة الأوكرانية هم بحاجة يعني أكبر مما يقدم لهم من السلاح، نظرا لأن حجم الهجمة العسكرية الروسية كبيرة جدا، ودلالة ذلك الانسحابات التي جرت في سوريا قبل يعني قرابة الشهر حتى هذه اللحظة، وتداعيات تلك الانسحابات أعتقد ستكون كبيرة على الجانب الروسي وحتى على الجانب يعني حتى على الساحات المشتعلة في داخل أوكرانيا. طيب، حتى الآن القوات الروسية ترفض السماح للمقاتلين المحاصرين في أحد مصانع الصلب في ماريبول بالخروج وتطبق الحصار عليهم برغم من مطالبات كبيرة من قبل المجتمع الدولي بإخراج المحاصرين من داخل هذا المصنع، كيف ترى هذا الأمر؟ نعم، لا شك أن في حال مطالبة بإخراج المقاتلين المتواجدين أو متحصنون في قطاعات عسكرية أو حتى قطاعات مدنية هو حق يقبلهم القانون الدولي، ونظرا لطلب هؤلاء المقاتلين بأنهم يقبلون بالانسحاب تجاه العمق الأوكراني، ولذلك أعتقد بأنه لابد أن يكون هناك جهد أكبر من قبل الولايات المتحدة في عملية فرض بعض التقدم العسكري والدعم اللوجستي المقدم للقوات الأوكرانية من أجل الدخول في معركة مفتوحة مع القوات من خلال القوات الأوكرانية وبعض القوى التي قد قدمت إلى أوكرانيا من أجل الدفاع عن أوكرانيا ودفعها باتجاه ماريبول، وهذه المنطقة المشتعلة والموجود فيها الكثير من المحاصرين والتي تحتاج أيضا إلى دعم جوي. لكن حتى هذه اللحظة على ما يبدو لا يوجد هناك توافق دولي من أجل تشغيل الطائرات سواء كانت الطائرات الأوكرانية أو الدعم بالطائرات من الاتحاد السوفيتي
أو حتى من قبل الولايات المتحدة وباقي الدول الاتحاد الأوروبي. وفي حال وجود غطاء جوي للقوات المدافعة عن ماريبول أعتقد سيكون هنالك انحسار لتلك القوات المهاجمة، بل على العكس ربما قد يشهد انسحابات وانسحابات كبيرة ليس فقط في ماريبول وإنما قد تجاوز ماريبول وصولا إلى بعض المناطق المحاذية للشريط البحري أو الميناء البحر الأسود بالتحديد. سيكون هناك انسحابات كبيرة، وفي حال تقديم هذا الدعم اللوجستي سيكون هناك أيضا تداعيات بالنسبة للداخل الروسي، يعني لابد أن يكون هناك تداعيات على العنف الروسي، ولابد أن نشاهد أثر لتلك العقوبات التي فرضت من قبل الولايات المتحدة على الداخل الروسي. حتى هذه اللحظة ربما الروبل يرتفع مقابل الدولار بعد الانخفاضات الكبيرة التي شاهدته في الأونة الأخيرة نتيجة للدعم من قبل البنك المركزي وفرض الكثير من التعاوات على التجار، وكذلك بنفس السياسة أو الاستراتيجية التي يستخدمها النظام السوري. اليوم هنالك العديد من التجار أو رؤوس الأموال قد تذهب خارج روسيا نتيجة للسلوكيات القمعية من قبل القوات الروسية على مدار هذا العام. كذلك أيضا على الطرف الآخر لابد أن يكون هناك عقوبات، يعني حزم من العقوبات الجديدة تجاه تلك القوات، وأيضا عقوبات بقيادات الجيش الروسي المتواجدة أو التي تشرف على العمليات العدائية تجاه الشعب الأوكراني. كذلك أيضا لابد أن يكون هناك يعني تحمل المسؤولية بالنسبة للمجتمع الدولي تجاه الشعب الأوكراني والنزوح الذي يجري بسبب العمليات العدائية. كذلك أيضا المدنيين المحاصرون في المناطق المشتعلة لابد أن يجاد حلول حقيقية من أجل وقف كافة العمليات العدائية على الشعب الأوكراني. طيب، لفت للنظر هو وصول عدد اللاجئين لستة مليون لاجئ أوكراني بسبب هذه الحرب الروسية، كيف ترى هذا الرقم الكبير؟ نعم، لا شك أن العنجهية الروسية بالنتيجة أثبتت بأنها لا تلتزم بأدنى معايير أخلاقية، لذلك قامت باستهداف المدن بشكل عشوائي، وكما حصل في في مدينة حلب عندما تم تهجير المدنيين منها، كذلك أيضا ما يجري في ريف إدلب الجنوبي وفي كل سوريا عندما أحرقت الغوطة الشرقية أمام مرأة ومسمع من العلم هي ذات الاستراتيجية استخدمتها الأرض المحروقة في عدة مدن، وأدى هذا الاستخدام المفرط للقوة العشوائي. طبعا ليس لديهم قدرات قتالية حقيقية من أجل استهداف القدرات العسكرية القتالية بالنسبة للجيش الأوكراني، وإنما الغاية منها هي ترويع المدنيين. أدى ذلك بالنتيجة إلى انسحاب المدنيين أو يعني ضرورة انسحاب بنتيجة الأعمال العسكرية المفتوحة تجاه المناطق التي يسكنوها، وكذلك أيضا وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي. هذا الرقم لن يكون الرقم الأخير، وإنما ستكون هنالك تداعيات أكبر في حال عدم توجيه الدعم تجاه المناطق المشتعلة، وتوجيه هذا الدعم وتعزيز هذا الدعم بقدرات قتالية جديدة تتماشى مع حجم الهجمة بالنسبة للقوات الروسية على هذه المدن. طيب سيد مصطفى، أيضا اللافت للنظر هو أحاديث كثيرة من جانب الصحافة الأجنبية عن رغبة دولة فنلندا بالانضمام لحلف الناتو، كيف ترى بداية هذا الأمر؟ لأنه أشار إليه كثير من الخبراء إلى أنه يحمل تطورات خطيرة جدا، خاصة بعد تحذيرات روسيا لفنلندا والسويد من الانضمام لحلف الناتو، وأن هذا الأمر من الممكن أن يحول القارة الأوروبية لمسرح للحرب. نعم، لا شك أن دول الاتحاد الأوروبي غير منضمة لحلف الناتو تنظر يعني بعين الريبة مما يجري في أوكرانيا وتتخوف من أي اعتداء من قبل الجانب الروسي، لذلك هي تسعى من أجل تحصين تلك الدول من خلال الانضمام إلى حلف الناتو نتيجة لتلك المتغيرات التي تحصل. وبنفس الوقت في حال عدم الانضمام أعتقد أن روسيا ستتجرأ أكثر مما كانت عليه وستتخذ مجموعة من الذرائع من أجل الدخول إلى تلك الدول، ولن يوقف الهجمة الروسية فقط العقوبات الاقتصادية، وإنما يتطلب مقررات دولية كأبسط تلك المقررات. يعني عندما نتحدث عن إخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، ومن ثم إخراج روسيا من دول يعني مجلس الأمن، عندما تقوم روسيا بتصويت مجلس الأمن على قرارات معينة أو إلغاء قرارات معينة بالنتيجة ستكون لصالح روسيا، لذلك عند غياب أو تجميد دور روسيا في المنظومة الدولية ستكون له انعكاسات كبيرة وإيجابية تجاه المجتمع الدولي بالدرجة الأولى ومن ثم الاتحاد الأوروبي. لذلك أعتقد بأنه لابد من إيجاد طرق للتعاون ما بين تلك الدول والدول الناتو بشكل كبير، نظرا لأن حجم الهجمة الروسية كبيرة جدا، وبالنتيجة
كل تلك الدول ستتعرض لذات الهجمة في حال وقفت متفرجة على ما يجري في أوكرانيا، وأن التداعيات ستكون كبيرة ليست فقط على الاتحاد الأوروبي وإنما على الدول بشكل عام. كل دول العالم ستكون هناك تداعيات، نظرا لأن الآلة الروسية لا يوقفها سوى القدرة العسكرية المقابلة لها. والولايات المتحدة اليوم ربما استدارت عن أزمة أوكرانيا، وهي اليوم مشتغلة في مسألة أو أزمة ما يجري في تايوان والصين، وهي أزمة مماثلة بالنهاية. فالصين تطالب بشكل مستمر من أجل استعادة تايوان، وأنها تعتبر أن تايوان هي جزء منها. وكذلك هنالك الكثير من الدول تعتبر بعض الدول هي بالأساس كانت تتبع لها، لذلك ستكون تداعيات كبيرة على الخارطة الدولية بشكل عام. لذلك لابد من وقف هذه العمليات، وهذا يتطلب جهد دولي وتنسيق دولي على أعلى درجة من التصعيد مقابل القوات الروسية، وكذلك أيضا يحتاج إلى جهد جوي. الجهد الجوي في حال غياب الولايات المتحدة، وبالتحديد نتحدث عن حلف الناتو، لديه القدرات العسكرية والقتالية والسلاح الجو، يتميز بمجموعة من المزايا لا تمتلكها القوات الروسية. ولو أن سلاح الناتو شارك، سلاح جو للناتو شارك في هذه العمليات العسكرية، لا أعتقد أن هنالك سيكون انسحابات كبيرة من قبل الجانب الروسي، ولن يكون هنالك تداعيات على دول الاتحاد الأوروبي بشكل مطلق. طيب سيد مصطفى، اللافت للنظر هو ترحيب من قبل أمريكا، من قبل ألمانيا، من قبل فرنسا بهذا القرار الذي صدر من قبل الدولة الفنلندية، وأنها تسعى للانضمام لحلف الناتو. كيف ترى هذا الترحيب الغربي بسعي فنلندا للانضمام للناتو؟ نعم، لا شك أن الترحيب هو يصب في النتيجة في خدمة المنظومة الدولية بشكل عام، وكذلك الاتحاد الأوروبي بشكل عام. لكن أعتقد هذا لابد أن يقرن بقرارات عسكرية بشكل يبدأ بخطوات عملية تجاه ضم تلك الدول أو فنلندا وغيرها من الدول التي ترغب في الانضمام إلى حلف الناتو. وبالتخصيص عندما نتحدث عن أوكرانيا، في حال ضمها إلى حلف الناتو أعتقد سيكون هناك متغيرات كبيرة، ليست فقط على أوكرانيا ولا كذلك على فنزويلا بعض الدول الأخرى، في حال السويد أيضا، في حال الانتهاكات الجوية التي ترجم من قبل سلاح الجو الروسي في السويد وغيرها، سيكون هناك حسابات مختلفة في حال وجود الناتو بشكل عام. والذريعة التي استخدمتها روسيا في عملية اجتياحها لأوكرانيا هي مجرد التفكير الأوكراني في انضمامه إلى الناتو، وهذه الذريعة أثبتت كذبها من خلال العمليات العسكرية التي تجري. ربما دعم الخجول المقدم بشكل عام إلى الشعب الأوكراني أو للدولة الأوكرانية لا يرقى بحجم هذه الهجمة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الجغرافيا التي سيطرت عليها القوات الروسية، ربما هناك تعثر في عملية الهجوم بشكل عام بالنسبة للقوات الروسية، ولكن بالنتيجة حرب الاستنزاف هذه ربما ستكون نتائجها بشكل كبير الضرر الأكبر سيلحق بالشعب الأوكراني. الشعب بالنسبة للروس ليس لديهم أي تقدير للموقف من خلال الخسائر التي يتكبدونها سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو حتى إنسانية، وهم بالنسبة للمجتمع الدولي هم خارج نطاق المنظومة الدولية، هم يتصرفون كأنها دولة مارقة تمتلك السلاح والقوة وتريد فرض ما ترغب به على هذه الدول الضعيفة، وهم نتحدث بوجه التحديد عن أوكرانيا. لذلك الدعم لابد أن يتكافأ مع حجم هذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها الجيش الروسي تجاه أوكرانيا وتجاه بعض الدول التي يهددها بشكل مستمر. لكن موسكو ترى بأن مسألة انضمام فنلندا أو السويد لحلف الناتو يؤثر بشكل كبير للغاية على الأمن القومي لديها، وتشير إلى أنها لن تسكت مطلقا على هذه العملية وأنها سترد بشكل عسكري. كيف ترى تلك التهديدات الروسية لفنلندا والسويد وأيضا لحلف الناتو؟ هي ذات التهديد أو الذرائع التي استخدمتها والتهديدات عندما غزت أوكرانيا وأصمت الدول الذي رافقها، فتخشى كل من السويد وفنلندا من عمليات مشابهة لاجتياح من قبل القوات الروسية، لذلك تسعى بشكل خفيف ومستمر من أجل الانضمام إلى حلف الناتو. وفي حال الانضمام هنالك سيكون هنالك ضوابط من مشهد مختلفة، ليس الجيش السويدي أو الفنزويلي سيحمي هذه الدول، وإنما ستكون هنالك بولندي عفوا ستحمي هذه الدول، وإنما هنالك سلاح الناتو، وأنا تحدثت به قبل قليل من خلال تسيير القوات الجوية أو القوات المشاركة في حماية دول الناتو في
تجاه أي اعتداء من قبل القوات الروسية، ولن تشرع القوات الروسية الدخول تلك هذه الدول. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار سيكون هناك منظومات دفاع جوي لديها في، وهنا بالتحديد أتحدث عن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية المطورة حديثا كمنظومة باتريوت المحدثة، وكذلك أيضا منظومة ثاد المضادة للصواريخ البالستية والطائرات، ستكون لها تداعيات كبيرة في حال وجودها. وهذا الدرع الصاروخ المستخدم بالنسبة للولايات المتحدة في حال تقدمه في هذه الدول لم تجرؤ روسيا على محاولة الاجتياح ولا حتى الدخول إلى الأجواء تلك الدول، وستكون تداعيات خطيرة. وما أن تسقط أولى الطائرات الروسية في هذه المناطق لن يجرؤ أي طيار روسي بعدها على التحليق أو الوصول إلى تلك الدول، بل على العكس سيكون هناك تداعيات حتى على سلاح الجو الروسي والطيارين بشكل عام. كذلك أيضا على الدولة الروسية فلم تجرؤ مجددا على محاولة اجتياح تلك الدول. طيب، حتى الآن هناك سعي أوكراني للانضمام للاتحاد الأوروبي بالرغم من رغبة روسيا في أن تبقى أوكرانيا على الحياد، وهو ما جعلها تشير إلى أنها تقوم بشن هذه الهجمات من أجل تخوفات لديها على الأمن القومي الروسي من مسألة انضمام أوكرانيا لتلك الكيانات الغربية المعادية لروسيا كما تصفها موسكو. كيف ترى هذا الإصرار الأوكراني حتى الآن على تلك المسألة؟ نعم، لا شك أن الإصرار الأوكراني على المطالبة بالانضمام للاتحاد الأوروبي هو مطلب محق. يقابل ذلك أيضا الطرف الروسي عندما يقول يتخذ هذه يعني الذرائع من أجل اجتياح أوكرانيا، من أنه في حال انضمام أوكرانيا إلى العمق يعني العمق الاتحاد الأوروبي أو إلى الدخول في حلف الناتو ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي. هذا غير صحيح بالمطلق، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الدولة المعتدية هي روسيا وأن الدولة المدافعة عن حقوقها هي الدولة الأوكرانية. لذلك أعتقد أن تلك الذرائع تحتاج إلى أدوات عسكرية من أجل التغيير ميدانيا، وهذا ما يطلبه الشعب الأوكراني من أجل التغيير في الخارطة الأوكرانية التي قد اجتاحت روسيا مجموعة من المدن واحتلتها بشكل علني وواضح، وهذا بحد ذاته خرق واضح وصريح لكل المقررات الدولية. فدولة يعني ذات سيادة يقوم الاعتداء عليها بشكل مستمر وتسير عمليات عدائية ويصبح هنالك قتلى وهنالك جرحى وهنالك اعتداءات على مؤسسات حكومية وغير حكومية أمام مرأة ومسمع من العالم ولا يتغير ساكنا. ربما الدعم لا يعني الدعم الأوروبي أو الدعم المقدم للجيش الأوكراني لا يرقى إلى حد من هذه المأساة، وإنما هنا يعني عبارة عن عملية استنزاف تجري للجيش الأوكراني في مواجهة الجيش الروسي. ولدى الولايات المتحدة والمنظومة الدولية القدرة على استخدام يعني المقررات مجلس الأمن، وهنا أتحدث بوجه التحديد عن البند السابع، فيتيح لها استخدام القوة العسكرية لمواجهة القوى المعتدية على تلك الدول. وهذه بالتحديد عندما أتحدث عن أوكرانيا هي إحدى الدول المعترف بها دوليا، ويحق لها المطالبة في مجلس الأمن من أجل يعني من أجل جمع التحالفات من أجل وقف هذا الاعتداء تجاه أوكرانيا. طيب، لفت للنظر أيضا بالحديث الإعلامية الغربية بأنه بالفعل كان هناك إجلاء للاجئين الأوكرانيين من قبل روسيا داخل الأراضي الروسية، لكنهم تحدثوا عن معسكرات للفرز يتم استجواب هؤلاء اللاجئين بل وتعذيبهم من أجل فرزهم، بمعنى أنه من يحمل أي ولاء للدولة الأوكرانية يتم الزج به في السجون ويتم اعتقاله، من يحمل ولاء للدولة الروسية يتم السماح له بالدخول للأراضي الروسية ويتم معاملته معاملة اللاجئ. كيف ترى هذا الأمر؟ هل بالفعل الروس يقومون باستخدام هذه الطرق البشعة مع اللاجئين الأوكرانيين؟ بداية في هذا الخصوص يعني عندما أتحدث عن يعني عملية فرز المدنيين المتواجدين في المناطق التي تحتلها روسيا، هي استخدمت ذات الاستراتيجية عندما دخلت مدن في سوريا، وهنا أتحدث بوجه التحديد عن مدينة حلب، مدينة إدلب أو محافظة إدلب بشكل عام، فتحت الكثير من البوابات من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم، وبنفس الوقت استخدمت ذات الأساليب وذات الاستراتيجية في عملية الاستجواب وفرز من هم موالون ومن هم معارضون، وعملية التصفية التي تجري في المنطقة الجنوبية رغم وجود يعني قوات موالية لروسيا وتختلف مع القوات النظامية في بعض الأمور، لكن بالنتيجة ربما المصالح هي التي تفصل ما بين كل هذه المتناقضات.
وبالحديث عن أوكرانيا فأعتقد هي ذات الاستراتيجية استخدمتها وستبقى تستخدمها بالنسبة للجانب الروسي. كل من لا يوالي الحكومة الروسية بشكل أو بآخر أو يوالي الانفصاليين في أوكرانيا لن يكون مرغوب فيه، وربما قد يتلقى التعذيب أو التصفية أو حتى عملية السجن أو التغييب في المرحلة الأولى ومن ثم الغياب قسري كما يجري في سجون النظام السوري. كذلك أيضا هي بالنتيجة هي أحدى يعني الأدوات المستخدمة في الشرق الأوسط، هي مدرسة مصغرة عما يجري في روسيا، وهي لن تخجل في ذلك في استخدام تلك الوسائل من أجل التأثير على الشعب الأوكراني، بل على العكس هي تستخدم تلك الوسائل من أجل إرهاب هؤلاء المدنيين المتواجدون في هذه المنطقة، ومن ثم فرض عملية النزوح بشكل كبير تجاه الاتحاد الأوروبي، وبالنتيجة تحقق بالنسبة لها الغايات التي ترغب فيها من أجل اجتياح المزيد من المدن والوصول إلى العاصمة كييف وإعلان السيطرة السياسية على تلك العاصمة، ومن ثم إعلان الانتصار. لكن ربما التقادير يعني عندما يحتفل الجيش الروسي بإعلان تأسيسه قبل أيام والانتصارات التي حققها، يرافق تلك الانتصارات انحسارات عسكرية في جبهات متعددة سواء كان في الداخل السوري أو حتى في داخل أوكرانيا. طيب هل تعتقد بأنه الاحتفال بيوم النصر كان يحمل رسائل معينة للدولة الأوكرانية، لدول الاتحاد الأوروبي، للولايات المتحدة الأمريكية؟ هو بحد ذاته رسالة إلى الدول بشكل عام بأنه احتفال يوم النصر، لكن عن أي نصر يتحدثون؟ هذا النصر الذي يتحدثون عنه هو عملية حرق المدن، سواء كان بداية عندما تدخلت روسيا في سوريا في عام 2015 واحتلت الغوطة الشرقية، هناك قرابة يعني مئات الغارات الجوية أحرقت الغوط وأحرقت مدينة دوما بشكل شبه كامل ولم يتبقى فيها حجر على ما هو عليه، وتستطيع الدول يعني الدول الحياد أن تدخل إلى سوريا وتشاهد حجم الدمار الذي خلفته القوات الروسية. كذلك أيضا هي ذات الصورة أو ذات الاستراتيجية استخدمتها في الداخل الأوكراني، قامت بذات العمليات. هذا ليس انتصارا، عملية التقوي على الشعوب وعملية حرق المدن والدخول إلى العمق الأوكراني هي هذا ليس انتصارا، وإنما هو بحد ذاته هو عبارة عن جرائم حرب موصوفة، وبالتحقيق يعني لابد من وجود لجان تحقيق لجان أممية للتحقيق في ما هي تلك الجرائم التي ارتكبت ومحاسبة المجرمين، وهذا يتطلب أيضا إلى توافق دولي. وصراحة حتى هذه اللحظة على ما يبدو لا يوجد هناك توافق دولي تجاه هذه الأزمة بشكل عام. طيب مسألة الروبل الروسي، يعني كان هناك عقوبات كبيرة على الدولة الروسية، لأن يتحدثون عن أن روسيا لديها سلاح يتمثل في النفط المصدر لدول الاتحاد الأوروبي. هل تعتقد بأن النفط الروسي بالفعل سلاح أحسن بوتين استخدامه، خاصة مع تخوفات كبيرة لدى عدد من دول الاتحاد الأوروبي من توقف ضخ تلك الامتدادات البترولية لها، وهو ما يؤثر عليها قطعا في مجال الطاقة؟ نعم لا شك أن استخدام هذا السلاح سيكون له أثر كبير، لكن يوازي ذلك الاستخدام هنالك محاولات من قبل دول الاتحاد الأوروبي البحث عن البدائل نتيجة لتلك العمليات العسكرية التي جرت في أوكرانيا، وتعمل عليها بشكل حثيث سواء من خلال استخدام أو رفع مستوى إنتاج يعني منظومة أوبك بشكل عام. هنا أتحدث عن دول الحليفة كالمملكة العربية السعودية، الكويت، والعراق، وبعض الدول التي يعني تحت السيطرة أو تحت الإدارة الأمريكية بشكل عام، أو التي هي ضمن المنظومة الدولية وتتبع الولايات المتحدة بشكل أو بآخر. هذه الدول رفعت مستوى يعني إنتاجها للنفط ربما ليس بحجم المطلوب، لكن هنالك خطوات تحتاج إلى عمليات تطوير لتلك الحقول وتطوير أيضا لحقول الغاز وغيرها خارج نطاق الدولة الروسية. لذلك أعتقد في حال وجود البدائل لم يكن هنالك استخدام للغاز الروسي بشكل عام، وكذلك ايضا هنالك خط نورد ستريم 2 الذي يعني قامت بانجازه روسيا، اليوم هو شبه معطل، وهنالك الخط الاخر وهو ايضا شبه معطل. هنالك العديد من الدول تستخدم بعض ناقلات النفط او ناقلات الغاز الكبيره البحريه من اجل الاستعاضه عن الغاز الروسي بشكل مستمر، والولايات المتحده لديها القدره على اداره هذا الملف بشكل متوازن، ولديها القدرة على التأثير في حال وجود البدائل. وهنالك محاولات دولية بشكل عام من أجل إنجاز خطوط غاز جديدة من منطقة الشرق الأوسط تجاه الاتحاد الأوروبي، وفي حال إنجاز هذه المشاريع يعني عندما يعني هذه المشاريع تحتاج لسنوات،
والأزمة الأوكرانية حسب يعني حسب تصريحات العديد من المسؤولين سواء كان الأوكرانيين والروس وغيرهم تشير إلى أن هذه الأزمة ربما قد تستمر لعام قادم وستكون له تداعيات خطيرة. لكن مقابل ذلك طول الأمد الأزمة هناك مسائل حقيقية من أجل الاستعاضة عن الغاز الروسي بشكل أو بآخر، وبالنتيجة سيكون الأهل خاسر الأكبر هو الجانب الروسي في حال استمرار عمليات العدائية تجاه الشعب الأوكراني. طب هل تعتقد بأن روسيا بالفعل قادرة على مواجهة تلك العقوبات والصمود في وجهها، خاصة مع ما نعرفه من الاحتياطي النقدي الكبير الموجود حاليا لدى الخزائن الروسية؟ لا أعتقد أن لديها القدرة على المسار البعيد مدار يعني السنوات القادمة، وإنما ربما هنالك عمليات يعني أشبه ما تكون بعمليات تخدير للشعب الروسي، وذلك من خلال يعني رفع مستوى أو رفع قيمة الصرف الروبل، وهذا ما نشهده اليوم في عملية ضخ النقد في البنك الدولي. لم تكن هنالك يعني عمليات مشابهة، وسيكون هناك تداعيات كبيرة على الدولة الروسية، وستؤدي تلك الأزمات بشكل عام إلى عملية تقييد للمشاريع العسكرية الروسية بشكل عام، سواء كان من خلال العمليات العسكرية التي تجري في العالم أو من خلال عمليات تطوير السلاح التي تجري في الداخل الروسي. ستكون لها تداعيات خطيرة وكبيرة، وستكون العقوبات يعني عندما نتحدث عن حزمة من العقوبات بحق مسؤولين الروس ستكون لها تداعيات خطيرة، وسنشاهد ارتدادات تلك العقوبات قريبا، ربما ليست فقط في الداخل الروسي وإنما التداعيات الدولية. هنالك بعض الأنظمة المرتبطة بشكل أو بآخر في النظام الروسي كالصين بالدرجة الأولى ومن ثم إيران، هذه الدول ستتلقى أيضا عقوبات مماثلة في حال بقائها تعمل ضمن منظومة روسيا الاقتصادية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد مصطفى النعيمي الكاتب الصحفي على كل تلك الإيضاحات التي أوضحتها لنا في حلقة ليلة من برنامج رأيي، جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. أبقى مع حضراتكم متابعينا الكرام، والآن دعونا ننتقل لبعض من الملفات الأخرى التي كانت حديثا بالنسبة لأصحاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا كان هناك حالة من التوترات الدبلوماسية والتصريحات المتبادلة بين كل من إيران وتركيا. إيران تتهم تركيا بالعواصف الرملية التي حدثت داخل الأراضي الإيرانية بأن المتسبب فيها تركيا، أمر طبعا مثير للضحك، جعل من المسؤولين الأتراك يردون وعلى الفور ويتحدثون عن استغرابهم واندهاشهم من تلك التصريحات الإيرانية وعن آليات التفكير لدى إيران. كيف يمكن اتهام الدولة التركية بأنها هي من تقوم بإحداث عاصفة رملية داخل الأراضي الإيرانية، ويتحدثون عن أنها موجة قادمة أو عاصفة قادمة من الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. إيران اتهمت تركيا بالعاصفة الرملية لأنها قامت ببناء سدود على المياه التي تمر أيضا بالأراضي الإيرانية. طبعا هذا الأمر تم نفيه من قبل وزارة الخارجية التركية، وتحدثوا عن أن هذا الأمر منطقيا وعلميا لا يمكن أن يحدث، وأن تركيا تتعامل بمنطق إنساني مع المياه التي تمر عبر تركيا وأيضا عبر إيران، وأن تلك المياه تجمع ما بين الشعوب وأنها حريصة على مصالح الجميع. عموما دعونا نلقي نظرة على تلك الصورة التي لدينا. أنقرة تفند مزاعم عن تسبب سدود تركيا بعواصف رملية في إيران. متحدث الخارجية التركية تانجو بيليتش قال إن ادعاءات طهران بهذا الشأن لا تتوافق مع المنطق العلمي مطلقا، حيث قال متحدث وزارة الخارجية التركية بيليتش إن ادعاءات طهران فيما يتعلق بهذا الشأن وتسبب السدود التركية بالعواصف الرملية لا يمكن أن تتوافق مع الآليات العلمية. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا والتي توضح مزيدا من التفاصيل. جاء هذا الأمر في بيان رد فيه على ادعاءات تناقلتها وسائل إعلام إيرانية قالت فيها إن سدود المياه التركية تسبب مشاكل بيئية وعواصف رملية تحدث مؤخرا في إيران، وأسفرت أيضا عن تلوث للهواء بلغ ذروته في العاصمة طهران. وأوضح بيليتش أن العواصف الرملية والترابية تعتبر ظاهرة طبيعية، مبينا أن السبب الرئيسي لتلك العواصف التي أثرت على تركيا وإيران هو الغبار الصحراوي القادم من إفريقيا والشرق الأوسط. ولفت إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين تناقلوا وتباحثوا في هذه الإدعاءات، مشيرا إلى أنه ليس من الواقع
الواقعي والمنطقي أن تتهم إدارة طهران تركيا بأحداث طبيعية وتابعة من أجل منع العواصف الرملية والترابية والتخفيف من آثارها السلبية. يجب على كل دولة أولا أن تقوم بدورها وتتخذ الخطوات اللازمة بشأن الاستخدام المستدام لمواردها المائية. وشدد بيليتش على أن تركيا تتعامل مع قضية المياه من منظور إنساني بحت، مضيفا بأن تركيا تعتقد بأن المياه العابرة للحدود هي عنصر من عناصر التعاون وليس الصراع بين الدول المجاورة. وفي وقت سابق انتقد وزير الخارجية الإيراني في إحدى جلسات البرلمان الإيراني استراتيجية السدود التركية، وأشار إلى أن بناء تركيا للسدود فوق الموارد المائية في المنطقة أمر غير مقبول بالنسبة لإيران. وقال وزير الخارجية الإيراني أيضا إنه ناقش هذه المسألة مع وزير الخارجية التركي مولود شاوشغلو 3 مرات في الأشهر 8 الماضية على حد قوله. طيب، نترك هذا الأمر ونتجه إلى أمر آخر أيضا تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وأيضا في تركيا عن العلاقات القوية والمتينة والتي تجمع كلا الدولتين. أمام حضراتكم وزير الخارجية المغربي يؤكد حرصهم على تعزيز العلاقات مع تركيا. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا، لأننا نعلم بأن هناك قواسم مشتركة كبيرة للغاية بين الشعبين المغربي والتركي. أمام حضرتكم قال وزير الخارجية المغربي إنهم يعملون على تقوية العلاقات الثنائية مع تركيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك جمع ناصر بوريطة مع نظيره التركي مولود شاوشغلو على هامش اجتماع التحالف الدولي ضد داعش بمدينة مراكش. وقال بوريطة انطلاقا من توجيهات العاهل المغربي محمد السادس وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نشتغل على تقوية العلاقات الثنائية مع تركيا، وأوضح أنه في هذا الإطار اتفقنا على استحقاقات قادمة بخصوص آليات التعاون بين البلدين. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات وزيارتي لتركيا ستكون قريبا وعلى ضرورة أيضا عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. واتفق الطرفان على تعزيز فرص الاجتماع بين القطاع الخاص في البلدين واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتعزيز الشراكة بين البلدين. طيب، دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم هناك سعي تركي كبير للغاية من أجل القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية داخل تركيا وخارجها والوقوف في وجه كل تلك التهديدات الأمنية التي تواجهها الدولة التركية. الآن وزارة الداخلية التركية تعلن عن إطلاق عملية إيران ضد البيكيكي في بنغول. طبعا هذه المدينة التركية هناك سعي كبير من قبل المئات من عناصر الشرطة لتحييد عشرات الإرهابيين الموجودين فيها، هكذا أشار بيان وزارة الداخلية التركي. وبالفعل سليمان صويلو وزير الداخلية التركي يبذل مجهودات كبيرة في هذا الصدد، ويشعر المواطن التركي بنجاحات هذه العمليات الأمنية في الوقت الراهن، لأنه في الأوقات السابقة عانى كثير من المواطنين الأتراك جراء تلك العمليات الإرهابية استهداف واضح للمدنيين في عدد كبير من المدن التركية سواء العاصمة أنقرة أو حتى مدينة إسطنبول أو إزمير. لكن في النهاية هناك بالفعل استراتيجية واضحة من أجل القضاء على كافة تلك التنظيمات الإرهابية، وتلك العملية أيضا تتكامل مع العملية العسكرية التي تجري أيضا داخل شمال العراق، وبالفعل حققت نجاحات كبيرة للغاية في تحييد العشرات من الإرهابيين في هذه المنطقة. عموما دعونا نلقي نظرة على مزيد من ما يشار إليه في تركيا في الصورة التالية التي لدينا. أمام حضراتكم تركيا تؤكد ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين كل من روسيا وأوكرانيا. هذا الأمر تمت الإشارة إليه في بيان عن الممثلية الدائمة لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بإطار جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا. الآن كل الأحاديث الدبلوماسية والوساطة التركية تدور حول ما يحدث في ماريبول، وبالفعل هناك سعي تركي كبير للغاية لإخراج المقاتلين وإخراج أيضا المحاصرين داخل أحد مصانع الصلب في مدينة ماريبول، بالرغم من أن روسيا حتى الآن
تحاول بالفعل إطباق الحصار بشكل كامل وعدم تسليمهم أو عدم السماح بخروجهم من هذا المصنع. يعني فلاديمير بوتين قال بأنه لا يسمح حتى بدخول ذبابة لهذا المصنع، لكن هناك مجهودات كبيرة تبذل الآن من قبل تركيا وأيضا الصليب الأحمر لدرجة بأنه هناك فكرة لتبادل الأسرى. يعني أوكرانيا أبدت استعدادها بأنها تقوم بالإفراج عن عدد من الأسرى الروس لديها مقابل الإفراج أيضا وسماح روسيا عن خروج المقاتلين الأوكرانيين المتواجدين داخل هذا المصنع. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. أمام حضرتكم أمير قطر يتوجه إلى تركيا بعد ختام زيارة رسمية لطهران بحسب بيان صادر عن الديوان الأميري. طبعا بعد زيارة طهران تلك أمير قطر الآن سيجتمع مع رئيس تركي رجب طيب أردوغان، حيث أننا نعلم بأن هناك علاقات قوية للغاية تجمع بين كل من تركيا وقطر. حجم الاستثمارات القطرية داخل تركيا كبير للغاية، يتخطى 30 مليار، وهو ما يكشف بالفعل عن متانة وقوة في العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة. حضراتكم تعلموا بأنه منذ عام 2014 حدثت قمة تركية قطرية كثيرة للغاية تخطت 28 قمة، وهو ما يعني بالفعل بأن اللقاءات كانت متعددة وكبيرة للغاية بين الأمير تميم ورئيس تركي رجب طيب أردوغان. أيضا هناك أكثر من 700 شركة تركية تتواجد الآن في قطر. أيضا هناك آليات للتعاون في كأس العالم الذي سيقام داخل الدولة القطرية، وهو ما يعني بأن العلاقات متينة وقوية للغاية بين كل من قطر وتركيا. هذا الأمر بلا شك في صالح كلا الشعبين التركي والقطري أو القطري والتركي. أيضا هناك مشروعات استثمارية كبيرة يتم الحديث عنها بهذا الصدد. تتم الإشارة الآن إلى أنه من المحتمل أن يتم إنشاء منطقة حرة داخل الدولة القطرية من أجل الاستفادة من الخبرات التركية والصناعات التركية، وهذا الأمر قطعا سيعود بالنفع على كلا البلدين. الجميل أيضا في العلاقات القطرية التركية هو ما يعني أنهما شعب واحد. بالنسبة للشعب التركي والشعب القطري تم إلغاء التأشيرات، يتم الدخول للبلدين بموجب جواز سفر فقط سواء التركي أو القطري، أمر رائع للغاية. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التي لدينا. طبعا حديث الصحافة التركية عن مغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاصمة الإيرانية بعد ختام زيارة رسمية للبلاد وتوجه إلى تركيا في إطار هذه الزيارة. طبعا هذا الأمر دلل على العلاقات القوية وأن تلك اللقاءات سيتم استعراض فيها علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وستتم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين كلا الطرفين. طبعا هناك تحدي كبير للغاية للدولة التركية الآن في هذه الأيام، يثار طبعا عدد من التحديات في وجه الحكومة من قبل معارضة التركية، ولعل الملف الأبرز الذي يتم الحديث الآن به في هذا الصدد هو مسألة اللاجئين ووجود اللاجئين داخل الدولة التركية. طبعا هذا الأمر جعل هناك أحاديث كثيرة للغاية من قبل الحكومة التركية عن أنها ستعمل على معالجة هذا الملف. طيب سنواصل طبعا إلقاء الضوء على مزيد من الملفات والأخبار التركية التي تكون مسارا لحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة في الحلقات المقبلة بإذن الرحمن. عموما وصلت مع حضراتكم لختام حلقة الليلة من برنامج رأيي، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.